السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي أتم الصحة والعافية. اليوم جيت نقدم لكم تشكيلة ديال صابلي بريستيج، تتجي رائعة وراقية وكي تنقولوا ديال تحمرة الوجه. نتمنى تجربوها وترقكم وتردوا عليا في التعاليق اللي دائما كتلز الصدر، وغندوزو المقادير وطريقة التحضير. عندي 2 كيلو ديال الصابلي، غندير 5 كيلو من كل شكل. نبداو بالشكل الاول، صابلي بريستيج بروح الليمون والنوكا. كنحتاج لهاد الصابلي 125 غرام ديال الزبده من الاصل الحيواني، 100 غرام ديال السكر كلاصي، قريصه د الملحه بيضه، و 30 غرام ديال اللوز مطحون بالقشره ديالو وروح الليمون، و 250 غرام حتى 300 غرام ديال الفرص على حسب الفرص واش كيشرب اولا لا. هذا بالنسبه للعجين. النوغا تنحتاجو لها 100 غرام ديال لي زامون دي فيلي، 50 غرام ديال الليمون معسل، واحد 20 غرام ديال لي بيبي دي شوكولا، دوك غير الزواقش. وتنحتاجو روح الليمون وكذلك معلقه الناباج ومعلقه ديال الجليكوز. ندوزو لطريقه التحضير على بركه الله. هاني درت الزبده، درت عليها السكر كلاصي، غنزيد عليها هذا القياس نص معلقه ديال روح الليمون، وغنبدا نخلط. بسم الله على بركة الله. نزيد معاها هذا اللوز باش كيندمج حتى هو. حال بارد، واخا تنخلي الزبدة خارجة في الثلاجة كتبقى قابطة راسها. لكن ملي غندير البيضه غادي تسلق راسها. كنزيد البيضه، هاني درت الزبده، درت عليها السكر كلاصي، غنزيد عليها هذا القياس نص معلقه ديال روح الليمون، وغنبدا نخلط. بسم الله على بركه الله. نزيد معاها هذا اللوز باش كيندمج حتى هو. حال بارد، واخا تنخلي الزبده خارجه في الثلاجه كتبقى قابطه راسها. ولكن ملي غندير البيضه غادي تسلق راسها. كنزيد البيضه، هاهي تسلق راسها. خدنا على هاد الشكل باش نرطبو الزبدة، إلا خليناها قاصحة مغاديش تاخد حقها من الفوص. الصابلي دائما أنا تنخدمو بالزبدة من أصل حيواني، لان الطيبه ديالو ما تتبدلش بتاتا، ويقدر يبقى عندكم حتى شهرين 3 شهور في الثلاجه وما كتبدلش الطيبه ديالو، ما تيخسرش. غادي نخدمو دابا باطراف الاصابع، كيبغي يشوه العريك. علاش ما تنخدموش بزاف؟ لان ملي تنطلقو لاباط الا خدمناها بزاف كتجمع لينا، كتبقاش واخده ديك لافورم ديالها، كتجمع في الفران. علاش هو ملي تنجمعوه تنديروه في الثلاجه باش يبقى قابط راسو،
الا ما كنتيش مساليه سيداتي، غادي ديريه صوبيه وديريه البلاطه ديالك، غتخشيها في الثلاجه تقبض راسها، وعاد غتخشيها في الفران واحد الساعه ولا ساعتين الا ما كنتيش مساليه. ملي كيخرج كيخرج قابط لا فورم ديالو. انا هنا دايره 300 غرام، عندي الغرض غير 250 غرام، ولكن على حسب الفرص انا غنشوف يعني ميزاني. هاهي بدات تسقط راسها صافي، غادي نزيدها واحد شويه، يمكن راه غادي تدخل ديك 300 غرام نيت لي بوت. غادي نستمر هكا وغادي نتلاقاو. ها العجينه بعد ما كنبيتوها في الثلاجه ليله كامله، هنا كنديرها بين جوج ميكات وتنطلقها وتنخليها شويه مهبره لان ما غاتجيش فوق منها حلوه اخرى. انا غنوريكم السمك اللي كنقطع به، كنقطعو بهذا المريشم، راه متواجد في السوق فين ما مشيتيو على بركه الله. ها السمك ديالها تيجي تيجي هكا، هانتو شويه مهبره. انا غنكمل على هذا الشكل وغنطلقاو. ها الحلوه بعد ما رشمناها، هاني درت الفران سخون ونقصت منه العافيه، غندخلها طيب ونطلقاو ان شاء الله. ها الصابلي ديالنا تيجي على هذا الشكل، تيجي محمر. دابا غندوزو النوكا نصوبوها ونديرو الفينيسيون ونطلقاو. للنوغا تنحتاج 100 غرام ديال لي زاموند ايفيلي محمر غير شويه في الفران، كنحتاج معلقه كبيره ديال الناباج ومعلقه كبيره ديال الجليكوز و50 غرام ديال الليمون معسل وواحد نص معلقه ديال روح الليمون. ندوزو لطريقه التحضير. المهم يجيو رقاق باش ما يجيوش حتى في العضه ما يجيوش باينين، كيجيو شويه. انا غادي نكمل ونتلاقاو. الوغ على نار مهيله ندير معلقه كبيره ديال الناباج، ومعلقه ديال الجلوكوز، غندير واحد نص معلقه ديال روح الليمون. صافي هما تيذوبوا على عافيه مهيله. ملي غيذوبوا الجنس الجنس هاد المكونات، غادي نزيد لي زاموند ايفيلي او لو شرائح. هاو بيزيدو دائما على عافيه مهيله، دائما على عافيه مهيله. الا زدنا العافيه فما تت بحال كيولي كيقصح. في هنا طفيت عليه خارج النار، نحرقها شويه خارج النار. انا غنزيد اللوز مع التحرك، نحركو حتى نلبس اللوز كله ديك الليكيد ديال الناباج والجلوكوز. نحركو غير بشويه باش ما تهرسوش اللوز، باش تبقى ديك النوكه باينه يبان فيها ديك الشرائح ديال اللوز.
صافي ها النوكه ديالنا وجدات نطلقها، فهي محده سخونه كنزيدوا عليها الليمون معسل كنخلطو باش كتندمج كلها. او نقدروا حتى الليمون معسل تزيدوه هو الاول كاع بحال بحال. نخليوها تبرد دابا. هاني غندوز الفينيسيون ديال الصابلي ديال الليمون. كنقبطو اولا كنقبطو معلقه صغيره ديال الناباج ومعلقه صغيره ديال الجلوكوز كندوبوهم بهم غادي نلصقو النوكا. عندنا النوكا وعندنا لي بيبي د شوكولا من نوعيه جيده. تنكرر من نوعيه جيده لان البريستيج ما غاديروش فيه اي شوكولا. غندوزو طريقه العمل. كناخذ واحد الشويه غير شويه الوجه. انا من الافضل غادي نديرهم كلهم ولكن انا غنوريكم وحيده باش تمشيو هكذا. وغندير شويه ديال النوكه نجي الوسط تهزو شويه ديال النوكه وتلصقوها هنا. المهم نتوما كتلصقوا نتوما كتوركوا شويه باش تحاول تجي عامره في وجه الحلوه. غندير حيطه اخرى معكم وغنكمل على هذا الشيء وغنتلاقاو. حاولوا تثبتوا باش ما تطيرش النوكا. هما بعد ما كملتهم غندير لهم لي بيبي د شوكولا. غنكمل على هكا. ها نتوما تيجيو على هذا الشكل كيعطيهم واحد الجماليه. ومن بعد غندوز ندير لهم خطيطات بالشوكولاط الابيض وعاد غندوز لطبق التقديم النهائي. هكا تنكمل ونطلقاو. احنا دابا غندوزو ندير لهم خطيطات. حاولوا تبعدوهم وهزوا رفعوا يديكم شويه للاعلى لان كل ما هزيتيوها تيجيوكم الخويطات رقيقين وتيجيو كتجي الحلوه متوله كتجي مقاده كيجيوش ديك الخطوط غلاض. هانتوما شوف كتيجيو خويطات رقيقين كيجيو زويونين. ندوزو دابا لطبق التقديم نطلقاو. ها هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديال النوكا بروح الليمون. كيجي فغيمون تيجي راقي وتيجي زويون. كنتمنى تجربوه وتردو عليا في التعاليق. وفضلا وليس امرا ديروا جيم وديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وكنشكر كل من كتب لي شي تعليق وتعاليقكم دائما رائعه وكتلي الصدر. وخليتكم على خير والى اللقاء في وصفه قادمه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.